فيما يخص حالة حركة أو حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختطاط الدرك الوطني للمناطق التي تضررت بفعل الحرائق، وطمئن جميع المواطنين بأن جميع الطرق مفتوحة أمام حركة السير، ويعني جميع الطرق المواطنية التي كانت مغلقة فهي مفتوحة للسير. بالنسبة لمجهودات الدرك الوطني أو كيف تم التدخل أثناء نشوب البؤر الأولى للحريق يوم 17 أوت 2022، تم تفعيل مخطط التدخل، هذا المخطط الخاص بمكافحة الحرائق الذي كان معد مسبقا بالتوازي مع وضع مخطط استعجالي يعتمد على تعزيز التشكيلات المنتشرة عبر شبكة الطرقات وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية. كذلك ضمن هذا المخطط تم تفعيل خلايا الأزمة سواء على المستوى المركزي بقيادة الدرك الوطني أو على المستوى الجهوي بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني، أو حتى على المستوى المحلي بقيادة المجموعات التي مستتها الحرائق بكل من سكيكدا مثلا، ولاية سوغهرات أيضا، وكذلك ولاية الطارق ولاية صفيف، يعني كل المجموعات التي نشبت بها الحرائق. كما قام أفراد الدرك الوطني بتسهيل وصول الجرحى إلى ذويهم عن طريق مثلا تسهيل حركة المرور، تقديم يد المساعدة للأجهزة الأخرى المكلفة بإخماد الحرائق، والعمل بالتنسيق مع مفارد الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية من أجل منع الفضوليين استعمال المسالك الغابية المؤدية إلى أماكن الحريق. نعم. في الساعات الأولى لنشوب الحرائق يعني تم غلق بعض الطرق احترازيا التي تضررت جراء نشوب الحرائق بالغابات المحادية لها. نذكر مثلا الطريق الوطني 84 ألف الرابط بين مدينة القالة وبلدية الشط، كذلك الطريق الوطني 44 الرابط بين ولايتي عنابة والطارف بمدخل بلدية بوتلجة، وكذلك ببلدية عين العسل. تم غلق هذه الطرق احترازيا. كذلك تم وضع تشكيل مدعم إضافة إلى تعزيز التشكيلات المنتشرة بالميدان عن طريق تطبيق هذا المخطط، مخطط التدخل واحتلال جميع شبكات الطرقات المؤدية من وإلى بؤر الحريق. هذا من أجل يعني بعد الطمأنينة في نفوس المواطنين خاصة في المناطق المتضررة، وكذلك تسهيل مهام فرق الإنقاذ ووصول المساعدات إلى المتضررين وتأمينها. نعم سيد سمير بوشحي، طبعا الرائد، إلى أي مدى ولا إلى أي حد الآن تم التحكم طبعا في المسالك والطرقات التي تتاح اليوم للمواطنين للعبور عنها، وما هي المسالك إن صح القول التي ما زالت تشكل تهديد نوعا ما للمارة والمواطنين خصوصا في المناطق الغابية؟ بالنسبة للمسالك أو الطرق التي كانت متضررة جراء الحرائق، أقول بأن يعني جميع الطرق مؤمنة، وأطمئن المواطنين بأن جميع الطرق مفتوحة مثلا على غرار الطريق الوطني 16 الرابط بين ولايتي تبسة وولاية قلمة، والطريق الوطني رقم 81 الرابط بين الحدود التونسية وولاية قلمة، بخاصة بمنطقة الحنانشة ومنطقة الزعرورية أو بالمدخل الجنوبي لولاية سوغهرات. هذه الطرق مؤمنة، وقد تم يعني وضع عدة نقاط مراقبة على حواف هذه الطرقات من طرق وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني، وهي الآن جاهزة أمام حركة المركبات. كذلك كما قلت الطرق يعني المؤدية إلى مدينة القالة كذلك فهي يعني جاهزة أمام حركة السير. من هنا يعني أقول تم السيطرة يعني كليا على الحرائق المتواجدة بهذه الولايات التي تأثرت. يبقى فقط يعني اليقظة أو الحيطة أو اليقظة من طرف المواطنين والسواق، بالخصوص يعني المتواجدين على مستوى هذه المدن القريبة من بؤر الحريق،
ويبقى التبليغ عن أي مثلا عن أي حريق يعني في وقته المناسب حتى يمكن التدخل بالحين، حتى يمكن الحفاظ مثلا على سيرورة حركة المرور كذلك. ويعني ننصح كذلك المواطنين بالاستعانة بالرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 للاستفسار عن حال شبك في الطرقات، أو كذلك عبر صفحتنا كذلك الاستفسار عبر صفحتنا صفحة الطريق للإعلام المروري قبل التنقل. يمكنهم معرفة كذلك كيفية تحويل حركة المرور عبر قنوات الاتصال المتاحة للدرك الوطني. إذا جميع المنافذ وجميع الطرق والمسالك فهي مفتوحة ومؤمنة.